وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بأعضاء الحكومة الجديدة بضرورة وجود خطط تسليم وتسلم على مدار زمني محدد بين الوزراء الجدد والسابقين، كما وجه الرئيس الوزراء الجدد بالاطلاع على كافة المشروعات الجاري تنفيذها في الوزارات، وذلك لتحقيق حسن المتابعة والاستفادة من الخبرة السابقة والبناء على ما تم إنجازه. ومن جانبه أوضح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على تبني سياسات من شأنها المساهمة في زيادة معدلات الإنتاج والاعتماد على الأفكار المبتكرة لمواجهة التحديات.